صالحين يا رب يا صحابة يحميهم ربنا ويوقف ربنا معاه يوقفهم لهم اولاد الحلال اللي يساعدوهم على المقاومة والنضال يا الله وجه حسبنا الله ونعم الوكيل ما فيش غير الله. بشتغل عامل في النفق بفحر عشان يطعم اولاده ثلاث بنات وولد معاه هذول اثنين منهم وفي كمان اثنين بنات تنتين هذا راح بشتغل له ثلاث شهور بطفح الدم عشان يطعم اولاده عشان العيش ما فيش اشغل هان بتفاجئ اللي هو ضربه الضرب هذا تيجي مع قلوبهم هم وأهلهم وأهليهم كلهم واليوم اللي شفناه فيه من راسه من راسه هيك حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله قدم في جوا جوا بوات على الله يرحمك ابو انور الله يرحمك الله يسهل عليك وحد الله عبد الله